مجيد وش راك؟ لاباس خويا؟ بخير؟ لاباس؟ وش راك؟ جي اخويا رانا جينا واليوم ولا غير سبيسيالمون حبيت ندير انيسي تاع الرمايه بالاطباق هذه. يعني ماذا بيا يعني نتعرفوا عليكم ونتعرفوا على الفريق الوطني تاعنا وباقي راح يكون هذه حاجه باينه يعني في التدريب وفي لابريزونطاسيون تاع الفريق. لا هنا رانا نحضروا هذه الرياضه هذه الممارسه تاعها هي رمايه الاطباق. يعني هي يقولوا لها يعني في الاسم الاصلي تاعها الطرب. يعني الطرب هذا هي كلمه انجليزيه تقول الفخ يعني باش ما تطيحش في الفخ تاعنا. الرمايه هذه كي تكون راح ترمي في الرمايه دركا عندك ثلاث ماكينات اللي راح ترمي عندها ثلاث اتجاهات سواء تروح مباشره اذا فاس ولا تروح على اليمين ولا اليسار. يعني دوكا راح نشوفوا الخطوات الاولى كي تدخل الميدان تاع الرمايه واش لازم دير. ماذا بيا مفيد انا نحب نتعرف على بصح يا صاحبي هنا على بالك. انا كي قبل ما تجي لقيتني بهذا بمخفض الصوت. هذا زعما لازم. لازم اوبليغاتوار. هنا اول حاجه احنا في الرمايه تاعنا في الرياضه تاعنا سي لا سيكوريتي اول حاجه لا سيكوريتي تاعك وتاع الغير. نبداو الخطوه الاولى كي تدخل ميدان الرمايه واش لازم دير وين تروح وين تتوجه وكي تاخذ السلاح تاعك وتاخذ الذخيره وتتوجه ميدان الرمايه. انا ماذا بيا هذو كاع نتعرف عليهم. يلا يلا. انا ديجا كنت نحب البارود. عندنا في الشاوية وكل نحبوا البارود، نحب البارود وعندي بابا صياد، كنت نروح معاه نصيد وكلش، من ثم وليت نحب الفيوزي، نحب نرفد الفيوزي، نحب نشم ريحة البارود. 2007 دخلت، كان في عمري 17 سنة، كان الكور تاعي يقدر للرماية، دخلت مع لاليغ تاع باتنا. كنا دي فوا وين نونتريني ونونتريني وبالويكاند كل ويكاند نونتريني حتى نجيت هنا كانت عندنا شامبيون دالجيري. جيت من ثم اكتشفوا الموهبة اللي عندي. اسكو الريح يساعدكم؟ الريح احنا في المسابقة تاعنا احنا في هذه المسابقة كاين زوج حوايج اللي يقدروا يوقفوا المسابقة. ضباب كيما نشوفوش ضباب يعني يولي لاتلات ما لا ما نشوفوش وين تطيح الطبق تاعنا لا سيب تاعنا وين تطيح. هذا الطبق هذا مقبل كاع الرمايه الاولى تاعو كان يرميو على لي بيجون تاع الحمام الحي حمام حقيقي. ومن بعد مع الوقت باش يحافظوا عليه ويحميوه خلقوا هذا الطبق لو بيجون دارجيل سكون ابل بيجون دارجيل. داكور فهمتك. الوغ دوك هاد لو بيجون دارجيل خدموا او ميم طون بور بروتيجي لي زانيمو اي او ميم طون بور بروتيجي لا فون. هادي سي لا كابان مارك. هادي كابان مارك هكا يسموها مارك ولا لا كابان باس. والاخرى علاه تجي في هذا الوجه؟ باش يكون باش نطلعوا نعمروا في كل خيمه كاين ماكينه واحده. داكور معليش يعني حاب نشوفها انا هادي. هذا سيد لا ماتير شيميك مي بيو ديغرادر تما هذا يتحلل في الطبيعه تما ما يوسخش. وحاجه اللي حبيت نقولها لك اسكو سهل الانكسار ولا لازم لا كارتوش هذيك باش يتكسر؟ المقاييس الدوليه باش الطبق هذا يولي طبق للمقاييس الدوليه لازم دير هك تحط طبق وطبق فوقه وتركه كي يتكسر ايضا يعني داخل في المقاييس العالميه. زقان سعديه راميه في الفريق الوطني للرمايه على الاطباق. اللقب الاخير اللي توجت عليه هو ميداليه برونزيه في الالعاب الافريقيه في الرباط 2019 هدايا في مبادوت. ان شاء الله دوكا راني نحضر البطوله الافريقيه اللي هي ان شاء الله تسمح لنا نتاهلوا الالعاب الاولمبيه. البدايه كانت مع المدرب ماجد سيد ماجد فيرات اللي كنت نروح ليه كي كنت نتدرب في الرمايه قوس السهم كنت نروح ليه وباش يخليني نتيري معاهم 2-3 كارتوش
موراها اون ايسيي دو فير لا كرياسيون دو ليكيب فيمينين دو تير او بلاطو. احنا مادامينا تطور اونكور بلوس في بلادنا يكون عندها اقبال كبير خاصه من الفئات الصغرى من الاصاغر ولا من العضو النسوي. انا مادابيا كما يقول لك لا كما راني قريب لا فين دو كارير تاعي مادابيا قبل ما نكمل لا كارير تاعي نخلي مورايا اون غروند ايكيب فيمينين ان شاء الله. حطها هكذا باش ما تعياش فوالا هكذا يلي روبوزي سي بون هكا اه دونك لا دوزيام ايطاب دوزيام ايطاب تاعنا نحطوا المكحل نخبطوها نشدوها هنا في لا بارتي بيستولي هذه سي لا بارتي بيستولي حطها على رجلك هنا باش ما تكسرش المكحل لازم نحافظوا عليها تاعي بيان اوكي لوفيرتور سير لي تاع الرجلين تكون سي لا لارجور دي زيبول هذا قلنا الخطوه الاولى تشد المكحل تاعك في لا بارتي بيستولي ومن بعد طلع avec la main gauche تحط في لو دوفون وتنكليني هنا وتغلق ولو دو تاعك توجور يبعد على الزناد يبعد على لا ديتونت بور ميزور سيكوريتي وعلى كي غلقنا غلقنا الكانون يروح للسماء. هنا راح نجربوا في رمايه الاطباق تاع الحفره الحفره الاولمبيه الاولانيه هكا نو هنا لا 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 نمشي تحت الطابق تجي هنايا فوالا حط خدي مليح كما كنت نوريك انا قبيلات ترى يا بيان سي بون هنا تغلق عينك تغلق عينك بور افوار تشوف لي زاباراي دو فيزي تاعك صاغ لوي اي لا بوند اي الكيدون البوان هذاك هو هذا هو الكيدون هذا هو الكيدون تاعنا اللي نديوه هذا هذا هو اللي يورينا وين راح نضربوا لا سيبل تاعنا في لو مومون دي تيرج شد روحك شوف كيفاش تردك اللور قلنا نضربوا نديروا ان تيراسك Très bien, le corps tac en avant, le corps en avant. Très bien, c'est bon. Donc il sort du plateau, il sort. Et vous êtes debout. Debout le guidon. J'ai une qui ouvre le guidon. D'accord. Aïe, plus fort. Go. C'est bon. Le doigt toujours à l'extérieur. Ouvre, très bien. C'est bon. Chauffe ce bas tac. Ce bas, dis-moi, bras. D'accord, mais ne gâte pas, ça. فوالا لا لا في البنادق الرياضية ديما الطلقة الأولى تجي لتحت داكوغ واحدة برك نديرو طلقة بيسك أنت جديد تري بيان تري بيان سك مرا حكون أفون لو كورونا أفون فوالا جو تري بيان تري بيان سي بون حط غير في الأرض تري بيان عاود دوكا ناحية قلنا سبعة كيقعد ديما أليكستيريز بس ها آه. بون اقفل باخلك بركه تبعو بالكيدون جو تهرب هنا تسمى الميدان تاعك مازال يقعد عندك تدريب يقعد هكذا وكي زعما نقول بلي هكا كيما انا راني كملت دوك تكمل قلنا نجيبو لا مالات نديمونتي الفيزي تاعنا ديرو في لا مالات ونروح نعاود نرجعو لارمومون سي بون صاي الى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه العدد تاع نهار اليوم نتمنى ان تكونوا تعلمتوا معنا بعض فنون الرمايه جو انا ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقاو في عدد جديد سلام